طيب معانا على الهاتف الكابتن الكبير كابتن مروان زمامه نجم المنتخب المغربي الاسبق. كابتن مروان صباح الخير، مشرف ومنور. الله يخليك، مساء الخير كريم. انا بالنسبه لي كان نفسي اشوف منتخب مصر والمغرب في نهائي البطوله، لعبوا اليوم افضل مباريات كاس الامم الافريقيه هذا العام على الاطلاق. ما كانش نفسنا المنتخب المغربي يخرج من هذا الدور، كان نفسنا نلعب معاه في النهائي وساعتها اللي يفوز يكون افضل في هذه المواجهه. هارد لك للمنتخب المغربي كابتن مروان. وبالفعل يعني كان نهائي قبل الاوان، كنا كنتمناو اننا نتلاقاو في النهايه، لكن الخير فيما اختاره الله. فكنهنئ المنتخب المصري على التاهل للنصف النهائي، عامل تجربه، لعب دور كبير في هذه المباراه. المنتخب المصري ما عرف كيفاش يتعامل مع المباراه رغم تسجيل الهدف مبكر اللي كان يعطي واحد الاريحيه كبيره للمنتخب المغربي، الا ان المنتخب المغربي تراجع كثير للوراء وترك مساحات كبيره للمنتخب المصري انه يستحوذ على الكره. فاكيد ان التجربه الكبيره للمنتخب المصري في التظاهر هذه كانت لها الكلمه الكبيره في الدوره هذه. انتقادات كبيرة بعد المباراة قالت لي خليلوزيتش على عدم ضم واحد من اللاعبين الكبار حكيم زياش، وحتى الصحافة المغربية اتكلمت انه كيروش ضم محمد صلاح واستفاد منه وخليلوزيتش ما ضمش حكيم زياش، رأيك ايه؟ لا بالفعل هذه يعني لو ان المدرب تمكن من التأهل ما كانش غادي يتقال هذا الكلام، كان غادي يتقال العكس. لكن يعني ممكن الان يكثر القيل والقال على التدخلات ديال المدرب في هذه المباراه. فاكيد ان المجموعه ادت بشكل جيد كما شرط بان عامل التجربه هو اللي لعب دور كبير في هذه المباراه، لان كان بامكان المنتخب المغربي انه يتاهل لولا الاستمرار ديالو في اللعب وبناء الهجمات والاستحواذ على الكره. لكن يعني تراجع للوراء وترك المساحات المنتخب المصري والرجوع القوي في المباراه والاداء الجيد ديال محمد صلاح اللي كان له دور كبير في التاهل المنتخب المصري. رايك ايه في روح اللاعبين بعد المباراه، روح اللاعبين لاعبي المنتخب المصري ولاعبي المنتخب المغربي؟ وبالفعل يعني كان اصرار كبير من جانب المنتخب المصري باش يرجع في النتيجه ويتاهل. المنتخب المغربي يعني بعد تسجيل الهدف قلة التجربة ديال بعض اللاعبين انه تراجع كثير للوراء، يعني تقريبا الشوط الاول يعني باستثناء الهدف يعني ما كان، وفرصة يمكن ثانية تقريبا في الشوط الاول كامل. فاكيد ان الرجوع للوراء خلى المنتخب المصري انه يلعب بواحد الاريحية كبيرة. لو ان المنتخب المغربي استمر في اللعب كما قام في المباراه السابقه فاكيد كنا غادي نحققوا التاهل. لكن يعني هنيئا للمنتخب المصري وكنتمنى ان شاء الله يتوفق في كاس افريقيا ويفوز باللقب. شكرك كابتن مروان، شكرا جزيلا كابتن مروان زمامه نجم المنتخب المغرب الاسبق على هذه المداخله المحترمه جدا.